وان شاء الله تبقى خفيفة. بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم عن حالة كيس سيناريو بسيطة، وبعد كده هنشوف اذا كان الدايت اللي يقول هو تقريبا تجميع لبعض الحاجات اللي اتقالت، فمش هتبقى فيها صعوبة ان شاء الله. كيس سيناريو بالنسبة لنا الاول، ده طفل عمره 18 شهر، كان عنده هيستو بلاد ميكرويد ستول خلال اخر 4 شهور، ويدايجنوز از اميبيزيس، ودي كذا كورس من الانتي اميبيك ومنو ريسبونس، اتشخص ان هو كان ملك الرجي وماشي على امينو اسيد فورمولا، ما حصلش فيه اي ريسبونس، وبعد كده بدا يديفولب بيرينا الفيستول، ودي كان السبب ان هو بدا يتحول لينا ان احنا نبدا نشوفه ونتابعه. الطفل بالاكزامينيشن كان ابيرز الو توكسيك انيشيتد ولوس اوف ويت حوالي 2 كيلو خلال اخر 4 شهور. ابدا اكزامينيشن كان فيه ديفيوز تندرنس، الاي اس ار كانت فيري هاي، والكالبروتكتين كانت عالية قوي. الكارتية دي كلها يمكن صوت البرينا الفيستولا السيفير ديت هي كانت السبب ريفيرال، وطبعا زي ما تشوفتوا قعد حوالي 4 شهور يلف، وكان في كذا ريد فلاج بس ما فيش حد اخد باله الا ما بدا يظهر الكومبليكيشن الفظيعه دي. اما اتعمل اندوسكوبي ظهر سيفير ألسريشنز وديب ألسرز وسيودو بوليب فورميشن، والبايوبسي وضحت ان في الايفيدنس اوف انفلاماتوري باول ديزيز. الطفل دوت اتشخص ان هو فيري ايرلي اونست اي بي دي، يعني هو العمر بتاعه كان 18 شهر، يعني حصل قبل عمر سنتين. طبعا اللاينز اوف تريتمنت دايما زي ما انتم سمعتوا هو بنتازا مع استرويد مع البيولوجي مع الاميون سبريسيف، بس في جزء احنا من اللي انتم سمعتوه احنا لسه ما قلناهوش، ايه اللاين اوف تريتمنت اللي ما ذكرش هنا؟ الدايت. فالنيوتريشنال ثيرابي هنا مهم جدا. يمكن الناس اللي شغالين معانا في المستشفى عاوزين نقول ان 85% من الاطفال اللي بيجوا لنا اي بي دي عندهم مال نيوتريشن، واحيانا الطفل فعلا بتشوفهم زي العيال بتوع زمان بيجوا بعد بتوع الصومال دول، وفعلا جلد على عظم. الطفل بيبقى سيفير ايميشيتد لدرجه انت مش عارف تبدا منين ولا تروح فين ولا تعمل معاه ايه. فالنيوتريشنال ثيرابي هنا بيبقى جزء مهم جدا ان هو يكون باب للدخول. يمكن الطفل اللي احنا كنا بنتكلم عليه النهارده اللي هو كان عنده فيستولاز كان جزء مهم جدا من بدايه العلاج بتاعه اللي هو النيوتريشنال سبورت بالنسبه له. فاحنا عملنا نيوتريشنال سبورت، وكنا عندنا البيبتامين جونيور كان استخدمنا في الفتره دي. طيب ايه علاقه الدايت بالاي بي دي؟ الدايت بالاي بي دي ممكن يكون حاجه من 3 حاجات. رقم 1 ان هو ممكن يكون الدايت از كوز اوف اي بي دي. رقم 2 ان الاي بي دي بيبقى معاه مال نيوتريشن. رقم 3 ان النيوتريشنال ثيرابي ممكن يكون هو جزء من العلاج. فاحنا بنفكر في الدايت بنفكر في الثلاثه دايركشن. اما نيجي نشوف الباثوجينيسيس بتاعه الاي بي دي هنلاقي ان هم بيشتغلوا في 3 حاجات، قصه الدايت وقصه الاميون سيستم وقصه الجات مايكوبيوتا. زي ما احنا اتفقنا الصبح ان الانسيدنس بتاع المرض بدا يزيد، وبدانا نشوفه بشكل كبير جدا، وهنتوقع ان احنا نشوفه بشكل اكتر واكتر برغم ان الجيناتيك بتاعتنا ثابته. المشكله ان الدايت بيهيفير بتاعنا وطريقه الاكل بتاعتنا بدات تتغير. يمكن الدكتوره رشا اتكلمت عن نقطه ان في اكل بيتقال عليه برو انفلاماتوري، يعني اكل بيهيج الجهاز الهضمي، بيعمل ستيميوليشن للباد بكتيريا انها تبدا تشتغل وتطلع انفلاماتوري ماركرز، بتعمل ستيميوليشن للاميون سيستم. لذلك لما بدانا نحط لاين اوف تريتمنت بدانا ناتاك الاميون سيستم عن طريق الاميون سبريسيف ميديكيشن اللي هو الاسترويد والاميون سبريسيف الازاثيوبرين والسايكلوفوسفامايد، وعن طريق العلاج البيولوجي. اما نجينا نشوف الجات مايكوبيوتا اتكلمنا على الانتيبيوتيك اللي هو خاصه الفلاجيل والفيكال ترانسبلانت، في كلام الى حد ما فيها في حالات الاي بي دي، يمكن ما بقاش ستاندرد براكتس. والدايت هو لسه اللي ما حصلش فيه الكلام بشكل كبير. طب ليه احنا ما بنعملش اتاك للدايت؟ الدايت فكرته بسيطه في الباثوجينيسيس ان في بعض انواع الاكل لما احنا بناكلها زي ما اتفقنا بتغير في الجات مايكوبيوتا، وبالتالي بتبدا تغير في الجزء بتاع الانفلاميشن من جوه، وبالتالي بتعمل ستيميوليشن للاميون سيستم على اساس يعمل الاي بي دي مانيفيستيشن. الجزء الثاني ان الاي بي دي اتفقنا ان حوالي 85% منهم بيبقى معاهم مال نيوتريشن. طفل عنده سيفير ابدومينال بين، عنده انوكسيا، عنده نوزيا، عنده فومتنج، وبالتالي رغبته للاكل بتبقى ضعيفه، ما فيش شهيه. رقم 2 عنده لوسس كتير، عنده دايريه، عنده بروتين لوسنج انتروباثي، عنده فومتنج، فالطفل دوت حتى لو كل بيفقد. الطفل دوت بيبقى عنده حاجه اسمها انكريز الكاتابوليزم، بيبقى في حاجه اسمها هايبر كاتابوليك ستيت، وبالتالي هو محتاج اكسترا كالوريز عشان يقدر يعوض الهايبر كاتابوليك ستيت اللي هو موجود فيه. طيب احنا ليه النقطه الثالثه اللي هو قصه الثيرابي، احنا ليه بنفكر ان احنا ندخل بالدايت كثيرابي؟ طب ايه اللي مزعلنا في الاسترويد، وايه اللي مزعلنا في الاميوان، وايه اللي مزعلنا في البيولوجي؟
دي دراسه مشهوره قوي اسمها سونيك ترايل، دي منشوره سنه 2010، اتكلمت على الافيكاسي بتاع الاذاثيوبرين والافيكاسي بتاعه الانفليكسيماب البيولوجي والافيكاسي بتاعه الكومباين ثيرابي بالاثنين. اتلاقوا ان في احسن الاحوال حوالي 56% من الحالات ريسبوندنج وبيحصل لهم ميوكوزال هيلينج وممكن يبقوا اواي فروم ذا ستيرويد لفتره حوالي 26 اسبوع، بس ستيل الطفل دوت ممكن يحصل له ريلابس ويحصل فيه انفلاميشن، وبالتالي نوت ساتسفايد ريزلت. الحاجه الثانيه يمكن الدكتور احمد اتكلم عليها قصه الريسك اوف انفكشن وريسك اوف كانسر، يعني هو جزء من الكلام اما اجي ابدا علاج بيولوجي للعيان اول حاجه طب ايه مخاطره؟ بتبقى انت بين نارين، يعني انك تقول لها يعني مكتوب في البانفل بتاعته ان هو بيزود الانسيدنس اوف لينفوما، فانت اول ما تقول لها الكلمه ديت هي هتاخد خطوتين لورا، انا مش عارف احنا بنعمل فيها ايه، بس يا ربنا ييسر الامور دي مش كويسه وما شفناش مشاكل في الحالات ديت، بس ستيل مكتوبه يعني هي لو واحده بتقرا كويس طيب دي مش هيزود البوسيبيليتي اوف انفكشن، هيزود البوسيبيليتي اوف انفكشن، فدي جزء مشكله من المشاكل اللي احنا بنعملها. رقم ثلاثة ان الداتا بتاعه النيوتريشنال ثيرابي بتسبورت ان هو ممكن يستخدم از برايمري لاين اوف تريتمنت والافيكاسي بتاعه ايكوال للاستيرويد، وبالتالي ممكن استخدم النيوتريشن ويكون هو ايكوال في الافيكاسي للاستيرويد وافويد السايد افكت بتاعه الاستيرويد، خاصه منكم هيبقى يشوف حياه اي بي دي هيتلاقى العيانين دول مع اللونج تيرم بيبقوا اطفال شورت ستيتش بيبقى عندهم سيفير استوبروز فبيدخلوا في مشاكل كتير خاصه لو هم استيرويد ديبندنت. طيب الدايت مانجمنت في الاطفال دول حكي حاجه من حاجتين، الحاجه الاولانيه حاجه اسمها اكسكلوسيف انترال نيوتريشن، يعني انا هديله انترال نيوتريشن بس. النوع الثاني ان هو يمشي على حاجه اسمها اكسكلوجن دايت، والاكسكلوجن دايت ديت بتبقى انواع من الدايت عليها كلام كتير، يمكن الدكتوره رشا استفادت فيها ان في انواع معينه من من الاكل هو انتي انفلاماتوري. الاكل بتاعنا في منطقه الشرق الاوسط ومنطقه الميديترينيان هو انتي انفلاماتوري اللي هو فيه زيت زيتون وفيه خضار وفيه فاكهه، الاكل الويسترن العكس، يعني اللي متعودين ياكلوا الفاست فود والحاجات دي كلها دي فيها انفلاماتوري او بتعمل انفلاماتوري مانيفيستيشن. فلذلك هو الاطفال دول لو هيمشوا على دايت، ولذلك هو في سؤال دايما احنا بنساله وانت بتعالج حالات الاي بي دي، طب ياكل ايه وما ياكلش ايه؟ فانت لو مش جاهز بالمعلومه مش هتعرف تديها له كويس، مفيش حاجه اسمها ياكل اللي هو عايزه، يعني برضه لازم تبدا تغير البيهافير بتاع الاكل بتاعه ناحيه اللي هو الاكسكلوجن دايت. طيب نيجي نتكلم على الاكسكلوجن انترال فيدنج، باي ديفينيشن لازم يتوفر فيه اربعه ديفينيشن، اول حاجه ان هو لازم يكون على شكل ليكويد، رقم اثنين ان هو لازم يتاخد اورالي او نيزوجاستك، يعني بعضهم بيبقى زي بوتلز كده فما ينفعش تاخد اي في، هيتاخد اورالي او نيزوجاست. رقم ثلاثة ان هو ريبليسنج تقريبا اول اور اولموست اول النيوتريشن ريكويرمنت بتاع الطفل دوت، الكالوريز ريكويرمنت اللي هو هياخدها الطفل دوت اب تو 80% او 100% الانترال نيوتريشن دوت يعوض. رقم ثلاثة ان هو اكسكلودنج او ليميتنج الفود انتيك، يبقى كلمه اكسكلوسيف انترال نيوتريشن هياخد فورمولا، الفورمولا ديت هتبقى على شكل فلويد هياخدها ببقه او عن طريق نيزوجاستيك تيوب، هتدي له كل الكالوريز اللي هو محتاجها وغالبا مش هيحتاج ياخد اورال فيدنج او اذر فود اذر ذان الاكسكلوسيف انترال نيوتريشن. دي فكرتها ببساطه. طيب التايب اوف فورمولا ممكن نستخدمها ايه؟ عندنا نوعين، حاجه اسمها اليمنتال فورمولا اللي هي زي امينو اسيد فورمولا، والنوع الثاني اللي هو البوليميريك فورمولا، ودي بتتقسم البيبتايد بيزد او بوليميريك او سبيسيفيك اي بي دي فورمولا، ودي كانت هي فكره البريك ثرو ان ممكن يكون في فورمولا بتستخدم مخصوص في الاي بي دي، وهنفهم فكرتها دلوقتي. طيب نستخدم اليمنتال ولا نون اليمنتال؟ في اول ما بداوا يتكلموا كانوا بيفكروا الاليمنتال احسن، ليه؟ لان امينو اسيد فورمولا وبالتالي نون ايمونولوجيكال وبالتالي مش هتعمل اميون رياكشن وبالتالي هي سيف وهتدي نتائج كويسه، بس مع الاستاديز وجدوا ان البوليميريك زيها زي الاليمنتال. البوليميريك فيها ميزه ان طعمها كويس، الاليمنتال المشكله اللي شاف منكم الامينو اسيد فورمولا طعمها وريحتها سيئه جدا وصعب جدا ان الطفل يمشي عليها، وبالتالي جالنا في الاخر ان احنا قلنا البوليميريك ممكن تكون احسن كابلتابيليتي وهي في الافيكاسي زيها زي الامينو اسيد فورمولا. طيب نديها اورال ولا نديها نيزوجاستريك؟ طبعا الاورال اتز ذا بيست عشان نهرب من قصه ان احنا نعلق النيزوجاستريك تيوب، بس بتقابلنا مشكلتين، انت لو حاسب دوز كبيره صعب ان الطفل ياخدها كلها، فانت لازم تكملها، تكملها ازاي؟ انك تكمل بالان جي، بس از لونج از هي كان تيك الاورال ذس از ذا بيست.
as long as ان احنا بعيدنا طبعا عن ان جي، بس لو ما اخدهاش لازم اكمل الكالوريز انتيك بتاعه بالان جي. طيب الديوريشن اوف اندكشن قد ايه؟ كل الكلام بيتكلم على من 4 ل 12 اسبوع، والافرج بتاعنا هو من 6 ل 8 اسابيع، بس انت ممكن تشوف ريسبونس ويزن 4 ويكس. وبالتالي هيجي العيان اي بي دي، شخصته كرونز، عاوز ابدا العلاج، هبداه لمده 4 اسابيع اتليست. بيتر ان انا امد لغايه 8 اسابيع عشان ابدا اشوف ريسبونس كويس، وان كان الريسبونس ممكن يكون موجود بدري عن كده كمان حتى ايفن ويزن 2 ويكس. تخيلوا ان احنا بنقول في طفل ممكن يكون عنده possibility of infection زي الطفل احمد جمال اللي احنا اتكلمنا عنه، وانت خايف تبدا بيولوجي عشان المشاكل بتاعته، والطفل فيه مشاكل كتير والنيوتريشنال امبيرد، فتتلاقي ان دوت ممكن يكون بالنسبه لك احسن سوليوشن لغايه ما تمبروف الجنرال كونديشن بتاعته، خاصه العيان دوت باي ديفينيشن هو اميون كومبرمايزد حتى من قبل ما تبدا اميون ثيرابي، نتيجه السيفير مال نيوتريشن بيبقى عنده سكندري اميون ديفيشنسي. طيب اكسكلوزيف او بارشل، يمكن الكلام ديت في ستادي اسمها بليز ستادي، الدراسه ديت اتعملت على 90 طفل عندهم كرونز ديزيز. الاطفال دول تابعوا الاكتيفيتي بتاعه كرونز ديزيز بحاجه اسمها بيدياتيك كرونز ديزيز اكتيفيتي اندكس، وشافوا الليفل بتاعه الفيكال كالبروتين، وقسموا العيانين دول لثلاث مجموعات. المجموعه الاولانيه كانت بتاخد بارشل انتر نيوتريشن اللي هي حوالي 50% من التوتال كالوريز، والمجموعه الثانيه كانت اكسكلوسيف انتر نيوتريشن، والمجموعه الثالثه كانت بتاخد الانفليكسيماب اللي هو البيولوجيكال ثيرابي. وجدوا ايه؟ وجدوا ان العيانين اللي بياخدوا الانتي تي ان اف اللي هو البيولوجي، الكالبروتكتين في البيز لاين كان 5 الديلب الاكتيفيتي اندكس كانت 35 نزلت ل 9، واللي كانوا بياخدوا انتر فيدنج كانت 38 وصلت ل 11. الملحوظ هنا ان الانتر نيوتريشن كان از افكتيف از البيولوجيكال ثيرابي از ريجارد الاكتيفيتي اندكس بتاعه الديزيز ده خلال 8 اسابيع. الدراسه في نفس الدراسه كان بيشوف الليفل بتاعه الكالبروتكتين نزل من 948 ل 307 بعد 8 اسابيع، وفي الانتر نيوتريشن من 1015 نزل ل 405، فبرضه it is the same as effective as البيولوجيكال ثيرابي خاصه مع الكوست بتاعته العاليه. في بروتوكول في التشيلدرن هوسبيتال او فيلادلفيا، البروتوكول دوت بيدوا انتر نيوتريشن في الاطفال عندهم كونز ديزيز، بيدوا فتره علاج من 8 ل 12 اسبوع، وفكرتهم جميله قوي ان هم بيدوا انتر نيوتريشن من 80 ل 90% من توتال انتيك، واللي هو بنقول عليه بارشال مش توتال، ومن 10 ل 20% من التوتال كالوريز هو الفود اللي هو بياخده. ليه؟ لانك لما تيجي تشوف طفل 10 12 سنه عشان تدي له الفيدنج بتاعه، الطفل الكومبلاينس بيبقى وحش، لأن هو كل يوم لمده 8 اسابيع عمال يشرب نفس الحاجه وبيشرب كميه كبيره ابطون، ياخد مثلا 2 لتر في اليوم او اكتر. فعشان الطفل دوت يظهر فيه كومبلاينس بنقول والله خلال النهار هنسمح لك بثلاثه لاربع سناكس سمول سناكس اكل، بس بالليل هننعل لك ان جي تيوب هنديك معظم الكالوريز بالانتر نيوتريشن. ودي مثال ليه ان الطفل دوت اتحسب له ان هو ياخد 2000 كالوريز، 1600 هياخدهم عن طريق الفورمولا، و 400 كالوريز هياخدهم عن طريق 3 ل 4 سناكس، ودي كان حل وسط او حل معقول بحيث انه يحصل جود كومبلاينس للميديكيشن. طيب انا عملت ريميشن بعد 4 اسابيع، بعد كده اكمل ازاي؟ زي ما الدكتوره رشا قالت مفيش بروتوكول واضح. هو الطفل دخل في ريميشن وتحسن لازم اعمل مينتيننس. فالمينتيننس قدامك حاجه من ثلاث حاجات، يا اما تكمل بالامينو سبريسيف ميديكيشن وهنا تهرب من الاسترويد، او تكونتينيو انتر نيوتريشن فتره اطول، والحل الثالث انك تعمل الاكسكلوجن دايت اللي احنا اتكلمنا او جبنا سيرته في الاول. دول ثلاث حاجات اللي بتعمل بيهم مينتيننس للتريتمنت اوف اي بي دي. طيب اللي احنا المركب اللي هنتكون عليه النهارده حاجه اسمها الموديولين. الموديولين دوت عباره عن انترال فورمولا، الانترال فورمولا بتاعت الموديولين ديت هي بوليميريك فورمولا، وبالتالي تشبه اي بوليميريك فورمولا ثانيه، بس فيها خمس نقط نقدر نتكلم فيهم. النقطه الاولانيه ان هي بتساعد على الاندكشن اوف ريميشن اوف ذا ديزيز. دي دراسه معموله بتتكلم على البيدياتيك اكتيفيتي اندكس في الاطفال وبعد اسبوعين ايه اللي بيحصل فيهم. معدل الريميشن بيوصل لحوالي 80% within 2 weeks، وبالتالي ميزه كويسه جدا ان هو ياخد فورمولا، الفورمولا ديت within 2 weeks هتبدا تديله ريسبونس في حوالي 80% من الحالات، خاصة الطفل ده ممكن يكون يقعد سنة أو سنتين فعلا in very bad general condition، وبالتالي الجت لما بيبدأ يحصل فيها healing
بتبدأ تتحسن الديجيشن والأبزوربشن والجنرال كونديشن بتاعت الطفل بتبدأ تتحسن، وبالتالي هتديك ميزة قوية جدا أوي حتى من إن هو ياخد اي في ميديكيشنز أو اي استرويدز. الحاجة التانية إن هو بتريديوز انفلاماتوري ماركرز. لو تابعنا العيانين دول في الانفلاميشن سواء السي ار بي أو الاي اس ار أو الانترلوكين 10 أو 10 اف هنتلاقيهم كلهم بديكلاين ديكلاين ويزن 2 ويكس وستابلايزد اب تو 10 ويك 10 ويكس ويز ذا تريتمنت اوف الموديول، ودي برضه ميزه قويه جدا. حتى ايفن الانفلاماتوري سايتوكاينز بتقل سواء الانترفيرون جاما والانترلوكين بيتا. الحاجه الثالثه ان هو بيساعد على ميوكوزا الهيلينج، ودي برضه ميزه قويه جدا. احنا اتفقنا ان الميوكوزا الهيلينج بياخد وقت طويل جدا حتى في الاستويد والايمونولوجيكال ثيرابي، هنا بيحصل في حوالي 60% وفي الحالات اللي ممكن تكون مش سيفير ممكن يحصل ل 80% وزن 10 ويكس اوف ستارت اوف ذا تريتمنت. الاهم من كده بقت ان هو بيحسن الجنرال كونديشن بتاعه الطفل، بيحسن اللينر جروث، ودي نقطه خطيره جدا في حالات الاي بي دي. يعني ما ننساش ابدا، ويمكن احنا من البراكتس بتاعنا هتشوفوا اطفال 12 13 14 سنه عنده اي بي دي بقاله 5 6 سنين وجاي لك شورت ستيتش عنده أستروبروز وبدا يمشي في السكه ان هو بدا يدخل في ديبريشن ان هو قصير من زمايله، وازاي تبدا تجين ويبدا يفكر ياخد جروث هرمون مواويل طويله عريضه. يعني احنا ما خدناش بالنا من الاول من الاليمنت اوف نيوتريشن. احنا همنا الاول والاخير ان احنا ندي استرويد او ندي ميديكيشن السايد افكت بتاعتها كتيره، والفولو اب بتاع العينين دول احيانا واحنا هنا كشعب العين ممكن بسبب عوامل كتيره ما يقدرش يتابع معاك كويس، وبالتالي ممكن يغيب عنك سنه سنتين وتفاجئ ان هو موقف العلاج، لا بياخد العلاج انتربتد، ما يحصل مشاكل يبدا ياخد استرويد شويه ويوقف شويه، وبالتالي الطفل دوت بتشوف فيه كومبليكيشنز كتير. اخر حاجه ان هو بيامبروف البون دنسيتي والماسل ماس، وبرده ديت من الحاجات اللي بتبقى مهمه خاصه لمعظم العيانين بتوع الاي بي دي بيبقى عندهم اليمنت اوف اوستيوبروز. الكويس في الميديولين حاجتين. الحاجة الأولانية أنا بس هركز على قصة البروتين اللي فيه إن هو 100% كازين، والكازين الموجود فيه موجود فيه مادة اسمها التي جي اف بيتا 2 اللي هو الترانسفورمينج جروس فاكتور بيتا 2. إيه قصة الترانسفورمينج جروس فاكتور بيتا 2؟ الترانسفورمينج جروس فاكتور بيتا 2 هو بنقول عليه إن هو بايو أكتيف مولكيول، يعني هو أكل بيدخل عشان يؤدي فانكشن. عشان اسهلها لكم زي الهرمونز كده، يعني هو بروتين بس البروتين بيدخل يشتغل يعمل انتي انفلاماتوري افكت، وبالتالي هو مش مجرد بوليميريك فورمولا، لا بوليميريك فورمولا ويز انتي انفلاماتوري افكت، ودي اللي بيساعد ان هو يديني افكت كويس. لما نيجي نشوف نتلاقي ان الاطفال اتفقنا بيحصل بكتيريا وفيروس وانفكشن، دي بيدوديوس انترفيرون جاما اللي بتؤدي الانفلاميشن في الاخر، ودي البيزك ميكانيزم بتاعت الانفلاميشن اللي بتحصل في الاي بي دي. هنا التي جي اف بيدخل بيعمل بلوك للخطوه الاولانيه ديت، فبيعمل انهبيشن للبرودكشن بتاعت الانترفيرون جاما، وبالتالي بيوقف الانفلاماتوري بروسس، وبالتالي بيوقف الكاسكيد كلها اللي بعد كده. وبالتالي بنتكلم على فورمولا فيها انتي انفلاماتوري برودكت بيوقف الانفلاماتوري، ودي بتبقى اساسا موجوده في الهيومن ميلك و الانيمال ميلك برضه. الميديولين في ميزه ثانيه انك ممكن تعمل كونسنتريشن بتاعه عالي. كلنا عارفين البوليميك فورمولا غالبا هي واحد لواحد، يعني 1 ملي في 1 كالوري، هنا ممكن اديه لغايه 1.5. في طبعا تي جي اف بيتا 2، في الام سي تي، والام سي تي من ضمن الحاجات اللي بتدي هاي كالوريك وبرضه هي برو انفلاماتوري، الاوزمات بتاعته كويسه، وهو عشان هو البروتين طعمه كويس، وبالتالي بالتابلتي يعني جزء كبير جدا من مشاكل الفورمولاز هو البالتابلتي. يمكن نوصل للكونكلوجن في الاخر ان الانتر نيوتريشن از افكتيف وسيف اند هاز بينيفيت. يمكن احنا ما عندناش الخبره العميقه بتاعته، السبب ان احنا ما بنعملوش لما نزنق فيه، بس احنا لازم نغير طريقه تفكيرنا ان احنا ممكن نبدا نستخدمه. يعني العينين دول لما تشوف احمد جمال دوت ده قاعد عندنا يجي شهرين تقريبا في المستشفى واكتر، والطفل دوت فعلا بقاله يجي سنتين او ثلاثه عمال يلف على المستشفيات، وقصه البيولوجي موجود ومش موجود وهيتصرف ومش هيتصرف وهنجيبه منين ومش هنجيبه منين والتامين مغطي والتامين ما نغطيش. فلو في فكره ان يكون في فورمولا خاصه لو سعرها معقول وممكن ياخدها في البيت اعتقد هتفرق معانا كتير حتى كطريقه تفكير
يعني ممكن نفكر في حاجه زي كده. الشورت كورس اوف بولوميك فورمولا از مور افكتيف ذان الاسترويدز. اخر حاجه الميديورين اف افيبل ممكن يكون جود تشويس فور انتر نيوتريشنال فيدنج. وشكرا جزيلا لحضراتكم. هو لو في سؤال ينفعوا. هو الميديولين انا اسف من سن 5 سنين من سن 5 سنين مش مكتوب في البروشور بتاعه ان هو من سن اقل من كده فهو من سن 5 سنين. طيب في اي سؤال اي استفسار؟ الايري اونست اي بي دي لسه العلم فيه قليل وهو تشالنج عنيف جدا، احنا لسه مش عارفين نوصل فيه الحاجه، وحتى البيولوجي فيه نتائجه مش كويسه قوي. هو ايه ورايح فين احنا لسه مش عارفين. في حاجات اللي ممكن تتعمل لها بومبا وترانسبلانت، وبرده الحالات اللي اتعملت في مصر قليله. الحالات اللي بتستجيب البيولوجي يعني في حالات بتستجيب فعلا وفي حالات ما بتستجيبش خالص وفي حالات بتبقى لوست، فلسه الدنيا فيه مش واضحه. اتفضل دكتور ايمن. بخاف منها. انا مش عارف الميكانيزم ايه، بس هو فعلا الملك والملك برودكت بيعملوا نوع من الاكزاجريشن. هو انا عشان كده بسال حضرتك عن الكازين. هو الكازين انا مش عارف الشركه معانا لو يوضع على النقط ديت. هو قصه الانتي انفلاماتوري، وانت عارف اساسا زي فكره الفورمولا والفريش ميلك، هو بيبقى بروسيسد بروتين، وبالتالي الانتيجينستي والكومبوننت بتاعته زي ما بتدي فورمولا طفل عمره شهر وشهرين، انت ما بتبقاش خايف من قصه الالرج زي ما تدي فريش ميلك. واعتقد هي قريبه للفكره دي. شكرا. احنا عايزين صوره جماعيه، يا اما ناخدها هنا عشان الجو برد او ناخدها بره في وش كده من فوق وناخد اللانش بوكس واحنا ماشيين. اتفضل. في سؤال؟ ستيب داون بتاع الانترال الاسترويد الدكتور حاتم قالها، الاسترويد بنبدا نسحبها على مدى شهرين. البيولوجي يمكن الدكتور احمد قالها، حتى احنا مش لاقيين حل ليه. انت بتمشي فتره قد ايه يا دكتور احمد؟ سنه مثلا بتبقى مفتوح. هو دكتور لو الان انت بداتي معاه زي الاسبجان ما قالت، انت بتديله من نيو ديليتر وبيولوجيكس، عدى 6 شهور وظبطتي البيولوجي ان هو يبقى الليفل بتاعه اكتر من 5 وماشي عليه اكتر من 5 على طول، هتسحبي الايمين ميدريتور. مفيش بقى كونسنسس ان انت توقفي البيولوجيكس امتى. كل اللي تقدري تعمليه ان انت كل ما تلاقي ان الثيرابيوتيك ليفل كويس قريب من 5، يا اما تقللي الدوز يا اما تبعدي الوقت بين الانفيوجن، بحيث انت ايه تقللي الكوست وتقللي الاكسبوجر، بس بحيث انك ما تقلليش عن الريكومندد ثيرابيوتيك ليفل اللي هو مش مفروض خالص يبقى اقل من 5. مفروض مفيش اي جايد لاينز في البيدياتريك منشوره اللي احنا نوقف البيولوجي الطفل متحسن عليها، خصوصا لو بياخدها لوحديها.